هذا شاهدنا عند جروب حسب كذا ما من يسويش نترحم على كل الصحفيين والصحفيات اللي فقدناهم وموراهم كثار والصحافة الوطنية اليوم اللي رانا نشجعوها بكل الميادين نتمنوا لها الازدهار والرقي في كل مناسبة. اللي نطلب من الصحافة الوطنية اليوم باش ما راناش في ردة الفعل كما كنا من قبل، وإن اليوم نتمنوا باش تكون استباقية وإبراز إنجازات الجزائر في الخارج.